عليكم ورحمة الله. سالم اليافعي من مجوهرات بازل للساعات والمجوهرات والألماس. نشكر احنا من أقدم الشركات في هذا المعرض اللي هو معرض الشارقة. نشكر معرض الشارقة ونشكر جميع الموظفين فيها على هذا المهرجان الكبير الذي تميز عن بقية المعارض، وذلك في استضافة التواصل الاجتماعي. فهذا المعرض يعتبر من أفضل المعارض في الشرق الأوسط، وشكرا لكم.